كيفية استخدام السبيل كيت في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة. في حال انسكاب المادة الكيماوية بأقل من 100 مليليتر، قم باتباع الآتي: اقرأ إجراءات السلامة للدواء المنسكب في الملف الخاص بذلك. اخلع الملابس الملامسة للدواء الكيماوي، واغسل الجلد المتأثرة بالماء والصابون، واغسل العين بالماء جيدا في حال ملامسة العين للمادة الكيماوية. أبلغ الموظفين من حولك عن هذا الانسكاب، وقم بإبلاغ المشرف أيضا. استخدم أقرب سبيل كيت وقم بإفراز محتوياتها. ابدأ بوضع اللباس الواقي وباقي المحتويات بنفس الترتيب: أولاً غطاء القدم، ثم غطاء الأنف والفم، ثم النظارات الواقية، ثم القفازين الداخلي والخارجي. ضع علامة التحذير ممنوع الاقتراب، ثم ضع المناديل المرفقة فوق المادة المنسكبة، وقم بعملية التنظيف باستخدام المجرفة بهذه الطريقة. استخدم المنظف صوديوم هيبوكلورايت لتنظيف المنطقة، ثم استخدم الكحول في نهاية عملية التنظيف. إذا كانت المادة المنسكبة على شكل بودرة، ضع كمية قليلة من الماء على المنديل المرفق لامتصاصها. أما إذا تواجدت قطع زجاج مكسورة، قم باستخدام المجرفة والوعاء المخصص لرمي قطع الزجاج، ثم ضع الوعاء في كيس نفايات مرفق. اخلع الألبسة الواقية بالترتيب التالي: القفاز الخارجي، اللباس الواقي، النظارات الواقية، غطاء الأنف والفم، ثم غطاء القدم. أقفل الكيس بإحكام وضعه داخل كيس آخر وأقفله، ثم ضعه في الوعاء المخصص لذلك، ثم اغسلك جيدا بالماء والصابون واملأ التقرير المرفق وقم بتسليمه للمشرف. أما إذا كانت المادة المنسكبة أكثر من 100 مليليتر، قم بالاتصال على الرقم 155555 للإعلان عن حالة الطوارئ والرمز البرتقالي، ثم اتبع الخطوات السابقة.